Vamos a ver un homenaje que le hizo el pueblo sirio a Chávez, a nuestro comandante, en el momento de su partida física. Rueda. ¡Viva Siria! ¡Viva Suria! ¡Tahia! ¡Viva Venezuela! ¡Tahia, Venezuela! ¡Viva el pueblo árabe! ¡Viva el pueblo de América Latina! ¡Viva Bashar al-Assad! Chafiz al-Nasser. هكذا يلقبه محبوه عموما والشعب السوري خصوصا. بالنسبة لهم هو أكثر من مجرد رئيس لدولة صديقة، هو قائد أممي تخطى حدود الزمان والمكان بفكره النضالي الثوري وسعيه الحثيث لخلق عالم متعدد الأقطاب تسود فيه قيم المحبة والعدالة والمساواة. شعوري كشخص كفرد أحمل الجنسية الفنزويلية ومن أبناء فنزويلا البررة اللي يعني عايشة فنزويلا بدمنا وبقلبنا، شعور لا يوصف بالفخر والاعتزاز. هذا الرجل العظيم، هذا القائد الفذ، هذا الإنسان اللي كان رسالة للنضال وللدفاع عن حقوق الناس المستضعفة، وكان يعني غيور على القضية العربية والقضية الفلسطينية. ونحن بجمعية الصداقة العربية السورية الفنزويلية قدمنا له درع الجمعية، وكان كثير مسرور، ونحن انبسطنا كثير بزيارته لمحافظة السويداء، ونتمنى من القيادة الحكيمة بفنزويلا بقيادة الرفيق نيكولا مادورو ان يعني كذلك الامر هذه العلاقات تتوطد لاكثر، و يعني بين البلدين بقياده الرئيس بشار الاسد وقياده الرفيق نيكولا مادورو. الله يعطيهم العمر الطويل والصحه والعافيه جميعا. خلال مسيرته النضاليه زار تشافيز سوريا 3 مرات في مسعى منه لتوحيد الشعبين الصديقين في نضالهما المشترك ضد الإمبريالية العالمية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لإخضاع شعوب العالم لهيمنتها ولسرقة ونهب خيرات بلادهم. دائما استقبل تشافيز في سوريا استقبال الأبطال بكل الحب والإخلاص، متأثرا بهذا الحب قال: أنا كالعربي فقد عبرت الصحارى العربية، لقد قدم لنا الشعب السوري الحب الصافي، هذا الحب المتجذر الوقاد، فهذا الشعب يعرف بأننا نحن الثوار معه دائما. وأنا متأثر جدا، هذه هي دمشق. منذ كنت طفلا كنت أحلم بدمشق، وأخيرا وصلت إلى دمشق. أحبك دمشق، أنا أحب هذه المدينة منذ أن كنت طفلا. امتازت علاقة الرئيس تشافيز بالشعب السوري بالحب والصدق المتبادل، أما علاقته بالرئيس الأسد فكانت علاقة أخوة صافية حقيقية. طابعه الإنساني المتواضع ترك بصمة كبيرة في نفوس كل من عرفوه. رحل الرئيس تشافيز عن هذا العالم، لكن إرثه الإنساني لا زال نابضا في قلوب كل محبيه من الشعب السوري. بالنسبة لهم رحل جسدا وبقي فكرا ينير دربهم النضالي من أجل عالم أفضل يعيش فيه الإنسان محبا لأخيه الإنسان كما أراد دائما القائد تشافيز أن يكون.
todos los que lo conocimos sentíamos en él una persona llena de fuerza, de paz, de amor, siempre pensando en la prosperidad. تكريما له منح الرئيس تشافيز في زيارته الأولى لسوريا في شهر آب من عام 2006 درجة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق. Siempre lo hemos visto fuerte, lo hemos visto que era muy formal. Era un orgullo para nosotros los venezolanos verlo tan fuerte y tan generoso como era. Al enterarme de su enfermedad, era un dolor para mí. Y a lo que me enteré de su muerte, era como te dije, era un padre. Y un padre que se fue, me sentí huérfana. Me sentí que estaba sin nadie que me defendiera, porque él siempre nos defendió y siempre estuvo con nosotros. Sentí que se fue un líder físicamente, claro, porque él sigue con nosotros. Es muy difícil para mí hablar de esto, ya que hoy recuerdo su muerte, todavía tengo el dolor en mi corazón. رئيس تشافيز وقفي مع سوريا ومع فلسطين ومع الشعوب العالم الثالث اللي مظلوم كان واقف معه. نبا وفاته كانت كثير 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 تعيسة لنا. بس الحقيقة سمعناها توفى أنا زعلت للنبا هذا، بس واثق إنه كمان السياسي اللي رباها أوغو رافائيل تشافيز فريا باقي، ظلت موجودة وعم تستمر فنزويلا، والرئيس الفنزويلاني حاليا نيكولاس مادوروس بسياسة تشافيز. Nuestro país llora tu partida. Mi corazón tiene una gran herida. Se murió quien luchó toda su vida por su patria, Venezuela querida. Y nosotros sentimos que en sus venas corría la sangre, que gritaban siempre el gloria al bravo pueblo. Y en nuestra sangre también corren el gloria al bravo pueblo. Él era el guacamayo, el araguaney, la orquídea, el barlovento, la tierra ardiente. Él era el mar, la brisa, el sol, nuestra respiración. Y seguirá siendo para siempre el mejor líder del mundo. Estará siempre presente en nuestra conciencia, en nuestro alma, en nuestro corazón. في تشرين الأول من عام 2010 قام القائد هوغو تشافيز فرياس بزيارته الثالثة والأخيرة للجمهورية العربية السورية، حيث استغل الفرصة وزار مع أخيه الرئيس بشار الأسد مدينة معلولة القابعة على بعد 50 كيلومترا شمال غرب دمشق، وهناك رأى عظمة الحضارة السورية وأحس بوحدة الشعب السوري، وتلقى بركات الرموز الروحية باللغة الآرامية، لغة السيد المسيح. هي محطات في تاريخ القائد العظيم تشافيز، أماكن زارها وأناس التقاها في بيته الثاني، سوريا الحبيبة، بصمات حب تركها أينما حل. أجل، هو تشافيز القائل: لا شيء أقوى من الحب، فنحن سوريا وفنزويلا نحب بعضنا، شعوبنا تحب بعضها البعض، بيننا أشياء عظيمة، فالأشياء العظيمة لا تبنى إلا بالحب، بالمشاعر وبالروح. أجل، من هنا مر القائد تشافيز.
sabes que ese video que acabo de pasar, lo tengo. Yo chequeando los archivos. Ese video lo tengo de hace 10 años. Porque fue hecho más o menos como un mes después de la partida física del comandante Hugo Chávez. Lo guardé. Un homenaje del pueblo sirio a Chávez.